نعم. تفضل أحسن. في هذا البلد اللي احنا موجودين فيها المجتمع يعني في عرف يمكن بين الناس انه القيام الصغير للكبير، ما تفضلت انه ممكن احنا نتلاشى بعض هذه العادات مع الناس المتعلمين المطبقين للسنة، لكن فما بال ادب الانسان مع والده الشيخ الكبير؟ يعني كيف يتصرف في هذا الكلام، وخاصة اذا كان يجلس على الارض ودخل والده عليه كيف يتصرف معه؟ هذا سؤال واحد. نعم. السؤال الثاني، أليس يكون هذا عرف يعني بين الناس وهو ما ينطبق عليه في سورة الأعراف؟ يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يلا جزاك الله خير. وإياك. أما كيف يتصرف مع الذين لا يعرفون هذه السنة، وكيف يتصرف مع والده حينما يدخل على ابنه وهو جالس، هذه بلا شك أمور لا يمكن الجواب عنها جوابا تفصيليا عاما، وإنما الجواب عنه كما سبق مني سالفا، وهو أن المسلم يتعامل بهذه السنة مع الناس الذين يعرفونها. وعلى ضوء هذا ينبغي أن يتعامل مع من سميته، لكن لا شك أن هناك أحوال وظروف تختلف تماما. لنأخذ مثلا الوالد، فرب والد مع ابن له كالملك مع فرد من أفراد رعيته، مستكبر متعجر، ككثير من الآباء الذين يعني يبلغنا أخبارهم اليوم لا يعرفون حراما ولا حلالا، بينما نجد أبناءهم نشأوا على طاعة الله، وبعضهم راهق أو جاوز فيريد أن يصلي الصلوات الخمس في المسجد فيمنعه أبوه ويحول بينه وبين طاعته لربي عز وجل، فماذا يفعل الولد مع مثل هذا الوالد؟ لا سبيل إلى إصلاح الوالد وقد أكل الدهر عليه وشرب، لكن والد آخر ليس كهذا، والد آخر يشعر بنعمة الله عليه أن رزقه غلاما صالحا، وأنه يسعى في طلب العلم سعيا حثيثا، فهو يتعلم من ابنه ويعترف ويقول: والله نحن قبل الزمان هذا ما كنا نعرف سنة وبدعة وواجب وفرض إلى آخره، كنا نعيش كما تعيش البهائم. هذا من السهل جدا أن يتفاهم الولد معه، وبحيث أنه يفهمه أنه أنا تعظيمي إليك هو اتباعي لأوامرك وإطاعتي إليك، هذا هو تعظيمي إليك، وليس أن أقوم نفاقا وإلى آخره. هذا ممكن أن يتفاهم معه، أما النوع الأول بدك تقوم وصم منك ولا طردت من داره، وهذا واقع كثير اليوم مع الشباب اللي ما يحسنون مسايسة الآباء الذين عاشوا في الجاهلية، فبدأ يضطر يعني يا يخرج برات الدار وهو لا يستطيع، يا أنه بده يعدل شوية من حماسه لأنه كل شيء له حد.